الله يا حبيبي، ده يجنن، حلو قوي. ربنا يخليك ليا يا رب وما يحرمنيش منك ابدا. مش تقولي لي بمناسبه ايه؟ هو في بين الراجل ومراته كلام من ده؟ ايوه بس اكيد في سبب. ايه هو؟ خلصت صفقه الادويه مع نديم، كسبت منها نص مليون. نص مليون جنيه؟ وشك حلو قوي على عروسه الهنا كده. حف كده مفيش غموس؟ الغموس في صباعك اهو. لا يا حاج، دي هديه عريس لعروسته. وعدها لك يا حلوه، ما انت لسه واخده شبكه بنص مليون. اديك قلتها يا حاج، شبكه، انما الشغل حاجه تانيه. شغلي ايه؟ هو انت عملتي حاجه؟ هو مش انا اللي معرفاك بنديم؟ حاضر يا حلوه، يبقى انا عرقك ب20,000. لا، اقل من 50 مش هينفع يا حاج. 50,000؟ 10%؟ عشان ايه؟ عشان بتحبني وما تقدرش على زعل. غالي والطلب رخيص، يبقى انا هوضح في عمليه تانيه. طيب، هدخل املبني واستناك فيه. ماشي، ما تنسيش تحط بالشامبو اللي بريحه الخوخ، ريحته بتعجبني عليكي قوي قوي. من عينيا يا حاج. يا دخله من باب الحمام. خوخت ايه؟ ده انت قشطه، عسل، وربنا عسل. حمام، احنا يهمنا حمام.